أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الدكتور صابر رقاط عضو اللجنة المركزية لحركة فتحة أن المشاورات حول صياغة مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع فلسطين كدولة غير عضو بدأت بين فلسطين والمجموعة العربية من ناحية وباقي المجموعات الجيوسياسية الدولية من ناحية الأخرى. وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية وانعكاسات هذا القرار على العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، أكد إعرقات أن هذه الخطوة الفلسطينية في الجمعية العامة ستحافظ على قواعد العملية السياسية المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ولا تراجع عن عرض مشروع القرار للتصويت. في الشأن الداخلي، أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حرص حركته على تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأكد مشعل في كلمته أمام مؤتمر حزب الحرية والعدالة التركية نقلا عن المركز الفلسطيني للإعلام على ضرورة السعي لإقامة دولة فلسطينية بزيادة حقيقية، مشددا على أنه لا سلام بدون تحرير الأرض والقدس وحق العودة. ذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الأراضي الفلسطينية تشهد تحسنا ملحوظا في معدلات البقاء على قيد الحياة منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي، حيث ارتفع معدل توقع البقاء على قيد الحياة بمقدار 5 إلى 7 سنوات خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع من نحو 67 عاما لكل من الذكور والإناث عام 92 إلى 71 عاما للذكور و74 عاما للإناث منتصف العام 2012. وفي هذه الأثناء نظم اليوم في مدينة رام الله احتفال دعما للمسنين الفلسطينيين في يومهم العالمي. في موضوع آخر، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن السلطة الفلسطينية ستحول جزءا من ديونها إلى سندات مالية خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك للمساعدة على خفض الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية. وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، نسعى لتحويل مبلغ أولي قيمته 200 مليون دولار من أصل دين عام قدره 1.3 مليار دولار إلى سندات، وستحول سلطة النقد هذه الديون نيابة عن وزارة المالية. رفض لاعب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم محمود السرسك دعوة نادي برشلونة الإسباني حضور مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد المقرر إجراءها في 7 من الشهر الجاري، وذلك بسبب دعوة النادي الكتالوني للجندي الإسرائيلي جلعاد شليط لحضورها. وقال السرسك لوكالة فرانس بريس: اتخذت قراري النهائي بعدم حضور المباراة لأن القاتل شليط سيحضر نفس المباراة، مضيفا أنني أرفض مقارنة قضيتي كرياضي إنسان وأسير محرر مع قاتل، إنها مقارنة غير عادلة بين الضحية والجلاد. ونختم الموجز بهذا الخبر. أعلنت وزيرة الثقافة سهام البرغوثي إطلاق فعاليات معرض فلسطين 8 للكتاب بمشاركة عربية ودولية. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة رام الله، أكدت البرغوثي أن انعقاد هذا المعرض بات تقليدا سنويا، لما لذلك أهمية للحياة الثقافية والأدبية في المجتمع المحلي. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإذن